ضمن رحلات تجوال يتعرف هؤلاء المشاركون على أهم المناطق الأثرية والسياحية الموجودة باللواء الشوبك، بالإضافة إلى عادات وتقاليد سكان المنطقة. جوال جيرة هو مبادرة بالتعاون مع صندوق الأردن الهاشمي بين الملتقى التربوي العربي وصندوق الأردن الهاشمي. نشتغل على أنه إحنا بدنا نزور مجموعة من المراكز والقرى الموجودة بالأردن ومراكز الأميرة بسمة. فهذا اليوم هو جوال الجيرة السابع، وإحنا اليوم بالشوبك. بدنا يعني مش عارف كيف بدي أقول لك، بس أغلى إشي وأغنى إشي بالبلاد هو أدي هاي القرى أو هاي المدن أو هاي المساحات عندها إيش تقدم وإيش تستضيف. ففجأة بنتعلم الكرم، بنتعلم طبخات جديدة، بنتعلم قصص عن الأماكن، نتعلم إشي عن بلدنا الأردن من خلال هاي الزيارات. بالنسبة للي حبيت إنه أجي اليوم على الشوبك مع إنه الجو كتير شوب، أنا بحب الجنوب. تقريبا لفيته كله، والشوبك جيتها قبل هيك، وبحب أضلني أكرر زياراتي وأجي على الشوبك. إحنا هلأ في قلعة الشوبك، زرنا مركز الأميرة بسمة وأفطرنا هناك، بعدين رحنا بضيافة سيد ياسين الهبهبة، احتسينا القهوة العربية كتير زاكية، وأكلنا ضيفونا حلبة برضو شغل البيت كانت كتير زاكية، وهلأ بالشوبك وما عندي كمان بحب أرجع أزورها. لابد من زائرين الشوبك أن يحظوا بضيافة أصغر فندق بالعالم الذي يعبر عن جمالية المنطقة وتسترخي أذهانهم في كوخ الغريب الذي يعبر عن بساطة العيش التي كانت موجودة آنذاك، ويمتعون أنظارهم بالحياة التي تحيط بهذا الكوخ البسيط. اليوم أنا جيت على قلعة الشوبك، كانت كتير قلعة كتير حلوة وشفنا فيها كتير معالم حلوة، وأهم إشي شفنا فيها أصغر فندق في العالم، وبرضه كان يعني أهلها استضافونا بحسن الضيافة بتاعتهم. بنتعرف على ثقافة الناس، بنزور الناس، بنشوف، بنتعرف على مشاكلهم مع أبناء اللي مع الشباب المتطوعين اللي موجود، شو في برامجهم. فأنا بعتبرها إنه هاي من أحلى الرحلات ثقافية، أكثر منها كمان غير عن الجمالية، ونتعرف فيها على أهل المناطق كلها، وقديه تعرفنا على كرم كل منطقة، قديش فيها ثقافات. بس استغربت كثير من قديه في عندنا شباب مثقفة وقديش في عندنا شباب متطوعين للخير. هذا الاشي ما كنت ألاحظه مثلا بالأشياء العادية لما نطلع، احنا رحلة عادية، بس لما بنطلع هاي الرحلات مع تجوال بندخل بالناس أكثر. احنا بالشوبك وكثير بصراحة مستمتعين بأثار الشوبك اللي هي بالقلعة. احنا هلأ بمركز الزوار. أنا طاهر سليمان من إندونيسيا، أنا بفرحان يجي إلى الشوبك. الجو هواء ممتاز ومنظر جميل جدا، وأنا شوف إلى كسر ويوجد وهي شخص يسرى كل شيء بالطريق في أردن. أنا بفرحان اليوم ومع بعض مع أصدقائي من Arab Education Forum and Johud. أنا سيدن، أنا بفرحان. شكراً لمنطقة شوبك وكل الناس في شوبك. عند وداع الشوبك لا تنسى أنك أصبحت جزءاً منها ومن أصالة أهلها، وتتمنى هي أيضاً أن تترك أنت بصمتك الجميلة بأن تدعو غيرك لزيارتها.